تأصيلا لأطر التعاون المشترك بين جهاز حماية المنافسة ونظرائه، وتعزيزا لدور المنافسة وبحث أفضل الممارسات في مجالها. شارك ممثلو جهاز حماية المنافسة في منتدى المنافسة العربي الخامس للمنطقة العربية المنعقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة 22 من مايو الجاري، والذي تطلقه الإسكوا بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ومجلس المنافسة التونسي، حيث ترأس وفد الجهاز السيد ركان فرج العجمي المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بالتكليف. هذا وتساهم مشاركة جهاز حماية المنافسة في اكتساب الخبرات والمعلومات بالمنتدى وتعزيز العلاقة وتطوير الثقافة الاقتصادية بين البلدان العربية، كما تمثل فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.